يا استاذ احمد. ازاي يا حضرتك، اهلا بيك، اتفضلي. ازيك، انا بحبك جدا وانا حزينه جدا النهارده. اللي جال فاضي يا استاذ احمد. لا لا لا، اللي جال فاضي مش عارفه اعمل ايه، هتجنن هموت. لا لا، اللي جال ما خليتش فاضي، بس عشان ما نديش صوره مش صحيح، احنا بنتكلم كنا متوقعين ينزل النهارده. لا يا استاذ احمد، هو يستاهل كده مننا؟ الراجل اللي المحترم ده يستاهل مننا كده يا استاذ احمد؟ ارجوك ما تقفلش عليا، انا لا تعبانه. لا مش هقفل عليك. اضايقك شويه يا دكتور تاني؟ ما ينفعش تتقطع الطريق. اضايقك تاني اقول لك واقول لحضرتك بنت خيرت الشاطر قالت ايه امبارح؟ قالت ايه؟ بنت خيرت الشاطر طلعت تصريح امبارح وقالت خليهم يتسلوا، بيقولوا انتخابات، الشعب المصري عارف كويس ان رئيسه الشرعي هو محمد مرسي وهيقاطع ومش هينزل، لان الرئيس محمد مرسي لم يصدر قرار بالانتخابات الرئاسيه. هما بيعملوا بقى اللي بنت خيرت الشاطر بتقوله. ايه راي حضرتك؟ والله الواحد عايز يستقيل من الحياة، يستقيل من الحياة. دي مجرد أغنية؟ لا على فكرة فيها معنى. احنا فعلا بقعدتنا في البيت دي بنضيع اللي احنا عملناه الفترة اللي فاتت، بنضيع حربنا على الإرهاب، بنضيع 30/6، بنضيع مصر، بنضيع تعبنا. انتوا عارفين اللي جه بوظ الطبخة عشان بربع جنيه ملح؟ او احنا عشان طبخة عملناها بألفين جنيه بوظناها عشان بربع جنيه ملح؟ نزلتنا النهاردة، ننزل النهاردة بس ننزل ساعة نص ساعة واقف في الطابور، البلد ما تستاهلش. وانا برضو لسه بناشد الناس ان برضو انزلوا، انا شايفه الاعداد لسه مش كفايه. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انا قالوا لي، لان انا رحت على الساعه 12 الظهر، فطبعا قالوا لي الصبح كان زحمه قوي، الناس قبل ما تروح شغلها، وقالوا لي بعد الظهر بقى لما الناس تخلص اشغالها هترجع تتزاحم. لكن الفتره اللي كنت موجوده فيها طبعا النساء كانوا مختفيين، بس ما كنتش شايفه رجاله، كان العدد قليل. فبقول للرجاله زعلانه دكتور مجدي، جامدين كده زي الستات وانزلوا كلكم. لا والله انا سعيد. ميرسي يا الهام وبشكرك، وفعلا دعوه مهمه من الفنانه الهام شاهين لكل الناس انها تنزل. المواطن سواء كنا نتعامل في المشاركه السياسيه او في العمل او في الصبر او في الاحتمال، قدامنا معركه بناء طويله. فبالتالي ذهابك الى صناديق الانتخاب، انت النهارده مش يعني مش بتشارك في اختيار في حمله منافسه بين المترشحين، يعني عايز اقول لك انت مش رايح عشان تختار بين متنافسين، دي مساله ثانويه، دي مساله اخرى. الأساس انت في معركه بين قوى ظلام وبين شعب. من النهارده يعني تصورك ايه؟ لا انا تصوري انه ممكن يكون اكبر من النهارده. اكبر يعني كثير من الناس بيؤجلوا، يعني نحن شعب الساعات الاخيره. ايه المشكله؟ عشان خاطر يشارك 5-6 مليون؟ مستشار طارق شبل قال لي انا اشكك في ان هم يكونوا 10% من المواطنين. 5% يا سيد مستشار، بلاش 10، 5%. 2.5 مليون، 2 مليون مواطن. هيجي منهم مليون مواطن عايزين يشاركوا. خساره في مليون مواطن؟ ينزلوا؟ لا، هي دي الحقيقة، ولو حد قال غير كده يبقى ما بيفهمش. والسادة الإعلاميين اللي شغالين على باقي القنوات، نعبر عن فرحتنا بالعرس الديمقراطي. عرس الديمقراطي ايه؟ تويكسو. عرس الديمقراطي ايه والناس فين؟ انتوا فرحانين بالكام واحد اللي واقفين قدام اللي جنب يرقصوا؟ فين الناس؟ فين الشعب؟ المقاطع ينزل، دي مصر في المقاطع. هينهار وبتاع ويقع ويقوم نازل عشان مصر. ازاي ده؟ انا مقاطع ايه ده؟ وابراهيم عيسى قال انزل وانا مقاطع. لا لازم.